محمود هرواك مستشار العلاقات العامة بجمعية شبيبات المغرب للمواطنة. اليوم نهار كبير لأنه مراكش كتستعد الحياة ديالها من القلب ديالها النابض اللي هو ساحة جامع الفنا، حملة جديدة مواصلة للحملات ديالنا السابقة، حملة معتادة اللي دأبنا على القيام بها، حملة ديال التبرع بالدم، التبرع بسائل الحياة، ترياق الحياة، حملة أيضا تحسيسية ما كانتش ممكن تنجح لولا المساهمة الجادة للشركاء ديالنا، وزارة الصحة، مركز ديال تحقن الدم، مركز الدراسات والأبحاث إم بي سي إي، الشريك ديالنا الدائم كوليج لاسال، وكذلك المصالح الأمنية والسلطات مشكورة. اليوم غنحاولوا نرفعوا سقف التحدي، نعاودوا نحاولوا نوصلوا للرقم القياسي اللي وصلنا له السنة الماضية اللي هو 430 كيس ديال الدم. كما كتعرفوا اليوم الجائحة وظرف استثنائي عالميا وظرف استثنائي اللي كتعرفوا بلادنا، ولكن ما غاديش يتنينا وعلى باش أننا نواصلوا عازمين باش أننا نوصلوا للعدد اللي بغينا، والتبرع بالدم تذكروا إنقاذ حياة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا. هذه المبادرة هذه جات من عند واحد الأخ وصديق اللي هو محمود هرواك. من بعد 4 شهور وانا خارج ارض الوطن، دوزت 3 ايام ديالي من بعد ما استرحت، جات المبادره من الاخ ديال محمود هرواك، منها اجر مع الله، منها شحال هذه ما تبرعت انا بالدم ديالي. جاتني الفكره ديال باش نتبرع بالدم ديالي ونقد حياه ديال واحد الانسان اخر اللي هو محتاج بالدم. يعني مبادره جميله، ومنها كنتلاقاو باصدقاء ديالنا اللي شحال هذه ما شفنا، وبصراحه عجبتني الفكره ونتمنى التعاود، ماشي تكون هذه اخر مره، تكون دائما وتجي بحال هذه المبادرات التعاود. وشكرا للاخوان واصدقاء الجمعيه اللي نادوا على سميتي باش نجي نحضر معاهم اليوم. اسماعيل الصناجي، رئيس جمعيه شبيبات المغرب للمواطنه. كنطمو في نهايه هذا الاسبوع الحمله الاحتياجيه ديالنا نتاع التبرع بالدم غتكون كاينه هذه المره، هذه كما جميع المواسم اللي قبل بصح جامع الفنا. كنعرفوا بان هذه الماده هذه فيها خصص كبير، وخاصه بجهه مراكش اسفي، وخاصه مع بدايه الصيف وبدايه كيكونوا بزاف نتاع لي زاكسيدون، والناس كيبغيو يديروا عمليات بمناسبه العطله ديالهم وبزاف تاع الحوايج. لذلك قررنا اننا نعمروا الخزينه نتاع البنك تاع الدم بالمركز الجهوي للتحقن، وكنتمناو نكونوا عند حسن الظن.